لنا هي كانت بالنسبه لنا هدف، يعني بطوله كانت غايبه عن النادي بقى لها فتره كبيره، فكان هدفنا ان شاء الله ان هي تبقى في النادي الاهلي السنه دي. طبعا استعدينا كويس جدا، وكانت فتره اعداد كويسه الحمد لله، والسنه دي يمكن يعني اكتر بطوله كانت صعبه، لان الفرقه كلها كانت مستواها متقارب من بعض. يعني في الفاينل كان الست فرق نفس قوة بعض، يعني ما كانش فيه مثلا فرقة ضعيفة وفرقتين قوية، لا كانت بطولة صعبة جدا. وهو بس الحمد لله الإصرار والعزيمة إن هي ترجع النادي الأهلي السنة دي، ده كان أهم حاجة، والحمد لله إن إحنا قدرنا نعمل كده، وكانت لعيبة رجالة وبشكرهم كلهم من خلال حضرتك، وفعلا كانت لعيبة رجالة وعلى قد المسؤولية، والحمد لله إن ربنا كملها على خير. يعني اللعبة مكسب وخسارة، يعني كسبنا كان بيها، خسرنا برضه كان بيها، أهم حاجة الروح الرياضية، وبنكسب الروح اكتر من المهاره. الروح نلعب، الروح بتفرق جدا في اللعب، اللي احنا بنلعب عندها روح، الواحد حاطط البطوله قدامه ونفسه يكسب، من الحاجات المهمه جدا يعني اللي بتفرق قوي مع اللاعب ومع الفريق كله. طبعا الف مبروك للفرقه والف مبروك للكابتن اسلام، كانت سهله طبعا، احنا اجتهدنا وربنا كرمنا الحمد لله. انا فخور جدا ان انا بلعب في النادي الاهلي، شكر خاص لكابتن اسلام والاداره وكل حاجه، وطبعا ده توفيق ربنا، توفيق من ربنا. وكابتن اسلام برضو تعب جدا جدا معانا في الايام اللي قبل البطوله، وبس يعني توفيق من ربنا كابتن اسلام، يعني فالحمد لله يعني احنا خدناها. طبعا احنا انبسطنا ساعه لما كسبنا بطوله المنطقه، بس كان طبعا لسه قدامنا شغل كتير عشان نكسب الجمهوريه، والحمد لله يعني عملنا اللي علينا، وكابتن تعبوا معانا واحنا تعبنا، الحمد لله ربنا كافئنا يعني على مجهودنا ده وكسبنا الجمهوريه. حابب اشكر طبعا كل الكباتن وكل الناس اللي في النادي ان هم شجعونا عشان نعرف نعمل الانجاز ده. الحمد لله احنا جبنا المنطقه والجمهوريه، وطبعا كابتن اسلام كان تعبان معانا طول السيزون، واحنا كلنا تعبنا، وبصراحه احنا كلنا نستحقها. احنا تعبنا جدا، وربنا يعني بيكافئنا على اللي احنا عملناه، واحنا ربنا يعلم احنا كنا بنتمرن صبح وليل، واحنا اتكفينا بالبطوله دي. بشكر الكابتن وزمايلي طبعا، عشان احنا تعبنا قوي، كنا بنتمرن الصبح وبالليل وبنروح نلعب كل الفرق وبنتعب يعني، فالحمد لله ربنا كافئنا وخدنا المركز الاول في المنطقه والجمهوريه، ان شاء الله اللي جاي احسن.